ديال الفل القناوي اللي كان نظمته جمعية حميدتي 4 دورات. من بعد ما نظمنا ورجع المهرجان الوطني للفنون الشعبية في الدورة ديالو 2018 و2019، اتفقنا باش نجعلو من هذا المهرجان مهرجان كبير قناوي، لا سيما لأنه دابا الآن هذا الفن القناوي تم الاعتراف ديالو من طرف اليونسكو كتراث عالمي. فإذا بغينا نردو هذا المهرجان فعندنا واحد نظرة كبيرة، واحد تنظيم كبير، واحد الإشاعة كبيرة. أنتم كتشوفوا دابا كيفاش نظم، لا من ناحية ديال التجهيزات ولا من ناحية ديال التنظيم، مختلف تماما مع الدورات السابقة اللي كانت دورات يعني محتشمة. فإذا حنا مع أولا الجمعية اللي هي مهتمة بالفن القناوي اللي هما حميدتي كأسرة فنية في هذا الميدان هذا، مع جمعية كبيرة جهوية، فما يمكن إلا يعطيو شي حاجة اللي هي كبيرة. وحنا الانطلاقة ديالنا هي هذه الدورة هذه، وإن شاء الله غادي يصبح هذا المهرجان عنده واحد الصيت كبير كجميع المهرجانات الكبرى اللي على صعيد الوطن. حنا كنهتموا بصفة خاصة بالمهرجانات ديال جهات مراكش أساسا، وهذا المهرجان هذا غادي يصبح إن شاء الله من أحد الروافد الفنية والثقافية ديال هذه الجهات، فحنا كنساهموا فيها في إطار شراكة مع جمعية حميدتي. السلام عليكم. اسمي باق بو حمد، ولد العياشي باق بو. قربنا شويه المشاركه ديال المهرجان القناوي ديال مراكش. المهرجان ديال مراكش الله يعاون هذاك السيد حتى هو اللي داير هذا الشيء، الله يعاونو الله يرزقو العوين، وراه فرح بولاد البلاد، وعيت الناس حتى هما برانيين قناوي اخرين، ودار هذا المهرجان الله يعاونو، راه مزيان داك الشيء مزيان، وداك الشيء والشباب حتى هما فيهم تبارك الله، وداك الشيء الله يعمرها دار الله. من قيدومين ديال ممارسه هذا الفن ديال القناوه، كيفاش كتشوف القناوه حاليا في المغرب؟ يا المغرب تطور اللي قال القناوه تبارك الله، طلعوا الشباب وطلعوا سميتو الله يجعل البركه. بالنسبه للالات ديال القناوه واش كاين شي تطور فيها ولا هي باقا هي هي؟ الاله تغيرت. الاله تغيرت ولا تاني هذا الشيء ديال الميكروات ولا الصونو ولا شحال ديال سميتو، ما كان القنبري ديك الساعات كاع ما تشوفو، القنبري كان ما تشوفوش، دار الليله تيدخلو تيدخل دايرو تحت الجلابه، تحت الجلابه حتى تيدخلو بعد عاد تيجبدو وتيتبخر وتيسميتو. دابا تبارك الله تطورات الوقت ولا داك الشيء مفنن. الشباب الله يعمرو. الرساله ديالك يعني للشباب اللي تيمارسوا. الرساله ديالي للشباب الله يعاونهم الله يعاونهم الله يسر لهم، يقبطوا في التراث، ما يفرطوش في التراث، وما يفرطوا في الشيوخ، راه الشيوخ هما اللي زيدوهم لهذا الشيء، ما يفرطوش فيهم والله يعاونهم ويسر لهم. قدم لكم الاسم ديالي ايد حميدتي حسن، بصفتي رئيس جمعيه حميدتي للثقافه والابداع الفني. اللي هو الدور ديال هاد الجمعيه هادي هو تنظيم ديال واحد المهرجان ديال القناوه، هادي هي الدوره ديالو هو الخامسه بشراكه مع جمعيه الاطلس الكبير. ومن هاد المنبر هذا تنشكر السلطات المحليه، وتنشكر ولي جهه الامن جهه مراكش اسفي، وولي الامن جهه مراكش اسفي، وجميع السلطات والباشا والقايد، وتنشكر وكذلك مجلس مدينه مراكش ومجلس الجهه ومجلس المدينه وكل مساهم معنا من قريب وبعيد، وتنشكر الصحافه الاعلاميين جدا اللي ساندوا معنا. وهذه الدوره هذه الخامسه هذه اللي كانت المهرجان ديالها في قلب ساحه الجامع الفني بمراكش، والدوره اللي كانت ديال هذا المهرجان هو 23/24. البارح اللي كان عندنا عدد من الفنون ديال الفروق، ثلاثة الفروق من خارج مراكش، المعلم الأول من مدينة الدار البيضاء حسن بوصو، والمعلم الثاني من الرباط عزيز باقبو، والمعلم الثالث حسام كينيا من مدينة الصويرة، وباقي ثلاثة الفروق اللي من مراكش، المعلم أيد حميدتي عثمان، والمعلم مصطفى برشيح، والمعلم نجيب بلقاز. والضيوف اللي كانوا معنا هو الباح اللي كان داز وعط الطيف اللي هو وظيف شرف،
هو عبد السلام علي كان مدير فني ديال مهرجان قناوه ديال صويره. واليوم اللي داز التيفت الثاني وهو احمد باقبو اللي هو راه غني على التعريف اللي تيعرفوا العالم. شنو تيميز هاد الدوره هادي على الدورات الاخرى؟ هاد الدوره هادي الحمد لله ترفعت واحد شويه على الدورات الاخيره، ولكن الدعم راه ما كاينش نقولها من هنا. هاد المهرجان ما تيستحقش، ما عادش نقول هذاك الدعم، واحد الدعم قليل قليل جدا. وكاع هاد الدورات اللي كندوزوهم راه ست شهور وحنا كنشريو ها ليسانس ها الجوع هكذا. الادارات راه عرفتوا انتم فاعلين معاه وكيفاش داير وباش نظم هذا المهرجان. راه الحمد لله وفضل الجلال مولانا الكريم، ولكن من هنا كنطلب من المجلس الجماعي باش تدير لنا واحد الشراكه وتعطينا واحد الدعم اللي هو في المستوى. ومن وزير الثقافه اللي حتينا لهم حنا الدوسي ديالنا والملف ديالنا باقي ما جاوبوناش لحد الان، جا حتينا لها الملف ودارت معنا واحد الشراكه بواحد واحد الدعم قليل قليل جدا، وباقي ما عندنا حتى 4 ريال من هذا الدعم القليل. الدعم القليل باقي ما عندنا منه والو، وراه حنايا كنتسلفوا وكنتكلفوا والله هو اللي معاوننا. ومن هذا المنبر هذا تنشكر جلالة الملك والله يشافي علينا والله ينصرو. وهذا المهرجان باش اخترعنا هذا المهرجان يقول خير خلف لجيل سلف، انه الناس الكبار المعلمين بداو تينقرضوا. حنا حاولنا باش نفكروا هذا التفكير ديال نشوفوا الشباب اللي هما معلمين حتى هما ما باينينش باش ندخلوهم ويشدوا البلايص ديال المعلمين اللي فات. شكرا على المشاهده. اذا اعجبك الفيديو اضغط على زر الاعجاب، لا تنسى الاشتراك في القناه وتفعيل الجرس، وتابعنا على مواقع التواصل الاجتماعي. مرحبا بك.